حيز دائره اشرافيه رقابيه تطبق تاسك اوردر مسؤول عليه وتتابع مراحل انجاز العمل الى الاخر. بس طبعا احنا لازم نتاكد الجيش بيشتغل وما بيشتغل شو يصير الموضوع. انا متابعها من التحرير لليوم. فعندك معلومه تعرف الجيش انه وقع. فايش راح استثمر؟ راح استثمر الوقت والجهد. فهاي الفكره. والسيد الضابط مشكور اذا حدد لنا البيوت اللي مشكوك فيها. يعني هاي الجهات اللي هنا تعرف لازم نوثق وبرخيل العمليات وبعدين نشوف ان الجماعه يشوفون شغلهم. تجيك المعلومه. شخص فات عن السيارات، لون السيارات. هذا شيء يفرح. والله من بداية التلوث ولحد الآن أكثر من 50% تم رفع التلوث بصراحة، لكن المناطق اللي بقت هسه ملوثة هي المناطق صعبة الوصول إلى التلوث الموجود بها. حاليا احنا هسه بالموصل القديمة، المدينة القديمة، طبعا كثير من الأنقاض صعوبة الوصول إلى المتفجرة حتى نقدر نطلعها ونأمنها، لأن تعرف هي المنطقة بيوت قديمة والبناء مالتها بصورة يعني معقدة جدا، فخوفا على الأبنية الموجودة، خوفا على الناس، الوصول يكون بحذر، فيكون العمل ببطء. حاليا العمل هنا ب 18 بيت تقريبا، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والأخوان هنا في المنطقة انطونا اماكن اخرى، وان شاء الله راح اتفقنا مع الشركه المنفذه اللي هي عن طريق المنح الدوليه، راح نعطيهم اوامر تنفيذ عمل في المناطق الاخرى. العمل على العموم في الموصل يتسارع جدا، حاليا انا كنت في تل كيف، العمل جيد جدا، وخلال شهرين تخلص منطقه تقريبا منطقه فليفل في تل كيف، تقريبا تخلص خلال بالضبط الشهر السادس هذيك المنطقه راح تخلص ان شاء الله. الموصل القديمه انا اقول لك يراد لها خلال هذه السنه قد تطول عندنا بالعمل نتيجه تعقيد التلوث الموجود فيها. هناك مواطنين يعني هل يستطيعون بناء بيوتهم في المنطقه القديمه لو اكو فد اشعارات معينه؟ البيوت اللي يعيدون بناها اللي تم تطهيرها، حاليا قلت لك احنا حاليا 18 بيت قاعد يشتغلون بها، تم تطهير 3 بيوت. العمل بطيء جدا لان البيوت متداخله في بعضها، بيوت سراديب، انقاض نتيجه الحرب الموجوده، فلازم ترفع الانقاض حتى يوصل للمتفجره المعينه ويطلعها يامنها حتى يتم اتلافها عن طريق وزاره الدفاع. تم زياره محافظه نينوى على الالتقاء بالجهات المنفذه التنفيذيه العامله في محافظه نينوى والتوجه الى قضاء تل كيف، في قضاء تل كيف في ناحيه فليفل وقرية حسن جلاد، والإشراف والمتابعة والمراقبة على أعمال الجهات التنفيذية حقيقة شركة جي سي اس المتعاقدة مع برنامج أمم المتحدة يو ان ماس المعني بأعمال الألغام تقوم بأعمال وجهود جبارة. حاليا تم تنفيذ 50% من العمل هناك وسيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية. أيضا تم زيارة المدينة القديمة للإشراف والمتابعة والمراقبة على أعمال شركة تتراتك الأمريكية من أجل تطهير المواقع هذه اللي موجودة في هذا الموقع في المدينة القديمة. عدد هذه المواقع لحد الآن مرحلة أولية هو 27 منزل سيتم تطهيرها من قبل شركة تتراتك الأمريكية مع شريكهم المحلي شركة الفهد العراقية من أجل تسليمها للمحافظة والجهة المستفيدة، ومن ثم الانتقال إلى تطهير المناطق الأخرى بالمدينة القديمة.